طب حضرتك اتكلمنا بقى كده الشريان كما التاجي. تشاء عن الشريان. هقول لحضرتك، في ناس ما تعرفش الفرق بين الشريان والوريد. يعني ايه؟ دايما تسمع انا هاخد حقنه في الوريد، ما تبقاش عارفه ايه الوريد وايه هو الشريان والكلام. تمام. احنا عندنا بيت، شقه داخلها ميه، ما دام دخلت ميه يبقى لازم في تصريف ميه. مظبوط. الميه اللي داخله دي ميه نظيفه هستفيد منها، الميه اللي خارجه ملهاش لازمه لان انا خلاص خدت منها اللي انا عايزه والباقي ماشي. اللي داخل هو شريان، ده اللي شايل الميه النظيفه او الدم النظيف. والوريد هو الدم اللي راجع، اللي بيورد، اللي بيرجع بقى. تمام، بيورد الحاجه اللي هيخرجها، هيرجع هينضف وهياخد حاجات تانية ويرجع يشتغل تاني كما تمام. كان. يبقى عندي شريان وعندي وريد. الشريان ده اساسي عشان اعيش، المخ رايح له شرايين لانه شايل الاكسجين وشايل الاكل، العضلات رايح لها شريان، الجلد رايح له. اي حته في الدنيا من غير لو قفلت الشريان يحصل ما يسمى الغرغرين، يعني ما خدش الغذاء. هو المغذي لجسمك، هو المغذي، ماليش دعوه باللي راجع. طب القلب جواه دم، لكن هو عضله، هو اولا واخيرا عضله، عايز دم، عايز دم له غير اللي جواه. فجاي له شريانين مهمين جدا، شريان التاجي الايمن والشريان التاجي الايسر، هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم. تمام. هو ده الشريان اللي بيغذي عضله القلب. القلب ما بياخدش الغذاء من الدم اللي جواه، لا، بياخد الغذاء من شريانين جايين، واحد يمين وواحد شمال، دول اللي بيسموه شريان التاجي. الاثنين مع بعض؟ واحد يمين وواحد شمال. يعني اصلهم واحد ولا ده جاي من لا ده الاثنين جايين من شريان كبير اسمه الاورطه. الاثنين خارجين من واحد. الاثنين خارجين من حته واحده، ودول طبعا مهمين جدا. لان من غيرهم العضله باظت. عضله باظت يعني المشكله خلاص بقت كبيره جدا. عشان كده الحفاظ عليهم مهم جدا جدا. وعشان كده العلم علمنا حاجه اسمها عوامل الخطوره على الشريان التاجي. نقولها بقى. السكر، الضغط، الكوليسترول، التدخين، اسره سيئه السمعه، في الحاجات دي كلها، في الحاجات دي، في الشريان، في الشريان يعني التاجي، في الشريان التاجي. ستريس، عايش في ستريس طول عمره، دول عوامل خطوره. تخيل حضرتك واحد عنده ضغط وسكر وكوليسترول وبنعالجه، يوم ياخد سجاير. تمام. طب ده دي اللي في ايدك توقفها. ما خلاص باظت، ضغط السكر باظ. لا لسه. بتزود العناصر المتعبه، عوامل الخطوره. بقدر الامكان كل واحد يبص لنفسه كده يشوف هو عنده كام عامل خطوره. طب نيجي نتكلم حاجه، واحد عنده سكر وظابط السكر، في خطوره؟ ظابط السكر. لو انا قلت في خطوره الناس هتزعل جدا، انما هو لا زال خطر. يعني مش زي واحد ما عندوش سكر. طب يعمل ايه؟ ضبط السكر بيمنع احد المضاعفات الهامه في مرض السكر، ولكن ليس كل المضاعفات. يعني انا ضبط السكر 120 وماشي زي الفل، لكن عرضه لمثلا التهاب اطراف الاعصاب مع ان السكر مظبوط. فدي نقطه مهمه، بس احنا ما بنحبش نقولها لانها بتضايق مريض السكر. ولكن من غير ضبط السكر يجي له مشاكل كتيره جدا. طب ضغط، ضابط ضغطه؟ ضابط ضغطه ده زي الفل، زي تمام. مش مشكلة خالص. ضابط ضغطك ده مش عامل خطورة. ده كأنه لبس نظارة شاف. طب الكوليسترول بقى؟ الكوليسترول ظبطه الحمد لله. لو عالي شوية. الكوليسترول لا ما يصحش يبقى عالي. ما يصحش يبقى عالي. ما يصحش بتاتا يبقى عالي. لازم نخلي بالنا كويس جدا من أكلنا. والناس اللي عندها كوليسترول مهمة جدا دي هنقول لهم قاعدة سهلة جدا. كل ما خرج من الأرض صحي. كل ما مشي على الأرض غير صحي. يا اخوانا يا اللي عندك كوليسترول اكثر من النباتات، فاكهه، خضار، وقلل قوي. احسن اللي مشي على الارض السمك، هو ده اللي بيتحرك. مش الفراخ؟ لا الفراخ بعد السمك والارانب. بس الفراخ كويسه. كويسه احسن من اللحمه يعني. احسن من اللحمه. واللحمه الحمراء احسن من الدسمه. الناس كلها حافظه الكلام ده، لكن كل ما خرج من الارض صحي. صح. وكل ما مشي على الارض كله بحذر. بحذر. ما بنقولش ما ناكلوش. انا بكلم مريض كوليسترول عالي، مش بكلم واحد عادي. تمام. ولا بكلم طفل. تمام. ولا مريض ضغط. ولا مريض ضغط، مريض ضغط الملح. ومريض السكر ليه اكله؟ مريض السكر ليه اكله؟ حرف الواو في القران حرف مهم ولا مش مهم؟ مهم طبعا. كل حرف في القران مهم. بس ده مهم قوي. ربنا اقسم بيه يا استاذ محمود. والعصر. والتين والزيتون. لا وفي ألذ من كده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله الأمر بالحج فبينفذ المناسك.
كما امليت عليه. فوقف على عرفة، المغرب جدا نزل على مزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا وجمع الحصوات، وصلى الفجر وطلع على منى رجم إبليس، وطلع على الكعبة طاف طواف الإفاضة، وجه في السعي ووقف، وقف شوية كده والصحابة كلهم حواليه، وقال كلمة مشهورة جدا، حديث معروف عنه، قال سأبدأ بما بدأ به الله. وابتدى بالصفا، لأن القرآن قال إن الصفا والمروة. شفت الواو عملت ايه؟ خلاه يبتدي بالصفا. فأكلنا نبدأ بما بدأ به الله، وفاكهة مما تخيرون، ولحم طير مما تشتهون، وحور العين بعد كده. انت ما توضب المسائل تلاقي الحور العين. فالفاكهة قبل الأكل رائعة والله، تحمي الإنسان من جميع الأمراض، كوليسترول وضغط وسمنة. يعني ياكل سفندقيه، برتقانيه، كمتريه، رمانيه، ياكل جوافايه، جوافايه او برتقانه، وبعدين يبتدي بقى عايز يصلي الظهر قبل اول العصر وكده، وبعدين يقعد على الاكل. مش هياكل الكميه اللي هو لو دخل جعان قوي يعني. طب ايه حكايه الجبنه بعد الاكل؟ هل دي ليها سبب ولا لا؟ دي ليها سبب.